وأعود لكم مرة ثانية مشاهدينا الكرام وإلى فقرة أيضا أخرى في برنامجنا قهوة الصباح وحديث حول الأسبوع الخامس بكلية الشرق الأوسط. معنا ضيفنا العزيز الأستاذ عبد الواحد بن سالم المسعودي نائب رئيس وحدة الخبرة الطلابية بكلية الشرق الأوسط، وبنتعرف على تفاصيل هذا الأسبوع من خلال نقول لك صباح الخير وحياة. صباح النور. يا مرحبا. عطني تفاصيل هذا الأسبوع. الأسبوع الخامس هو بكلية الشرق الأوسط وبالتنظيم من وحدة الأنشطة الطلابية ومركز النجاح الطلابي معنا بالكلية. طبعا هذا المرة الثانية احنا نسويه، سويناه الفصل الماضي. طبيعة هذا الأسبوع اللي هو كسر الحاجز الروتين الدراسي وإقامة فعاليات في الكلية. طبعا احنا في عندنا 60 نشاط وفعالية مختلفة. يحق للطالب أن يختار 5 أنشطة أو فعالية، كل واحد على حسب رغبته أو هوايته وانتمائه للنشاط اللي هو يشوف أنه ممكن أن يبدع وكذا. طبعا السنة الفصل الماضي كانت هي تجربة فقط للفترة الطلاب فترة الصباحية، لكن كان لإقبال واكتشفنا مواهب يعني جيدة وإبداع ما كنا يعني متخيلين أو متوقعين بلا صح، فمددنا وطولنا بحيث الفترة الصباحية وكذلك المسائية. وطبعا هو يشمل لكل طلاب الكلية لطلبة البرنامج الوثائق والمحفوظات والماجستير وطلاب التخصص، ما عدا طلاب الفاونديشن بحكم لهم برامجهم. يعني طلاب سنة تأسيسية هذا بيكونون لهم برامجهم الخاصة بس اللي دخلوا في التخصص. زين انت الحين هذا الأسبوع الخامس، هل بالنسبة للأنشطة متجددة أيضا ولا هي نفسها في كل أسبوع انتم تعملون نفس ال؟ لا هي متجددة ومختلفة. فترات الصباحية في الفترة المسائية نفس الشيء، وفي برامج وأنشطة فعالية مختلفة يعني في ورش، في الورش الداخلية وورش ميدانية تعاون مع اللي هو شركات معينة نشيل الطلاب، ونفس الشيء في ورش قدمناها لطلاب المدارس. اي نعم حلو. غير كذا في عندنا نفس الشيء فعاليات مصاحبة مثل حفل يوم اليتيم اللي هو العاشر مقيمة في حرم الكلية. وهذا الفعالية يوم اليتيم تقريبا هو من الفعاليات المهمة بعدنا بالكلية، بحيث نستقطب طلاب اليتامى عندنا في الكلية ونقي لهم برامج ولهم مسابقات وجوائز إلى آخره. نفس الشيء إن شاء الله غدا بيكون عندنا اليوم العالمي. تعرف في عندنا طلاب من ثقافات ودول مختلفة، جنسيات مختلفة. فكل مجموعة طلاب على حسب جنسياتهم بيمثلوا الدولة اللي ينتموا إليها. ممتاز. إنزين حجم التفاعل هنا إن كان على مستوى الطلاب كيف كان؟ التفاعل شكل يعني بصورة ما توصف أبدا، سواء من الطلاب والموظفين. يعني هي شراكة إدارية مع بعض. نفس الشيء إحنا الطلاب اللي بيقدموا الورش هم طلاب من الكلية، وفي مدرسين من الكلية نفس الشيء. كل واحد على حسب هوايته وبيفيد الطلاب اللي معه. ممتاز. إذا في شيء ثاني يعني أكيد أنتم زي ما قلت انبهرتوا من عدد المواهب ونقدر نقول الإبداعات الطلابية خلال هذا الأسبوع. هل جت اقتراحات؟ تعرف الطلاب يتحمسون لما يحسون أن في كسر للروتين، وخاصة إظهار إبداعاتهم من خلال نشاط أو أنشطة وأيضا فيها نسبة من الأضواء والاهتمام، والناس تكتشف مثلا هذا في مجال التصوير، هذا في مجال مثلا الإلقاء أو الإبداع وما شابه ذلك. هل قالوا لكم والله احنا عندنا اقتراحات نضيف مثلا نشاط اضافي، نعمل اسبوع مثلا مختلف، ما اعرف ايش الاقتراحات اللي وصلت؟ هو كان في اقتراحات كثيره، من ضمنها اللي هو الرسم اللوحات الاحترافيه. فالفصل الماضي كان في بس ما يعني ما بصوره مطوره واكثر. هذا الفصل طورناه وحطينا يعني ورشه متكامله، ونختار من هذه اللوحات بحيث ان اخر يوم بيكون في معرض ونبيع هذه اللوحات، ويكون العائد للجمعيات الخيريه في السلطنه. نفس الشيء اتحنا الفرصه لرواد الاعمال اصحاب المؤسسات الصغيره والمتوسطه بالكليه، كل واحد يبرز المنتجات اللي عنده، الشركات اللي عنده. الطلاب اكيد كل حد عنده نفس الشيء يعني في الشركه ماله في يريد يسوق لها، فاحنا فتحنا لهم الفرصه. هذا شيء حلو لان في طلاب عندهم مشروع صغير او متوسط وما حد عارف عنه، تتفاجئ ان هذا صاحب هذا المؤسسه او صاحب هذا المنشأة او صاحب هذه الخدمه اللي يقدمها، فمساحه طيبه اللي قدمتوها للطلاب. جانب ثاني انا يهمني كذلك
بالإضافة إلى التفاعل وعملية المشاركة من قبل الطلاب وأنكم قابلين للتطوير والتجديد، إيش كثر حسيت مثل هذه الأنشطة كانعكاس على الطلاب، تجديد لتعرف الانتماء للكلية، حب العمل، الدراسة أفضل، تعرف لنا بعد مثلا عدة أسابيع من الدراسة والتكثيف على المنهج لما تكسر هذا الروتين شلون ممكن يكون لها ردة فعل؟ طبعا ردة الفعل إيجابية كثير، بحيث أن الطالب مع يعني لما يكون الطالب والمدرس في المحاضرة مثلا يحس بنوع من الخوف أو أنه ما يقدر يعطي ويأخذ مع المدرس، لكن هذه الفعاليات الأنشطة تكسر الحواجز نفس الشيء، تحسس بالقرب من يعني الطالب من الموظف والعكس نفس الشيء. ممتاز. فهي لها دور يعني خاصة بعدين في بعد الدراسة، يعني لما الطالب يروح لسوق العمل أكيد بيكون عنده أريحية وإلمام في شتى المجالات. ممتاز. إنزين، هل هذا بالنسبة للأسبوع هل هو مقتصر فقط على الطلاب الكلية ولا ممكن الزائر أو المهتم أو اللي قاعد يتابعونا حاليا مثلا عندهم رغبة يشوفون إيش اللي عندكم؟ بالنسبة للورش هي مقتصرة للطلاب، لكن بالنسبة للمعارض هي مفتوحة لكل في مواعيد معينة زائر. في ساعات من الصباح من الساعة 8 الصباح لحد الساعة 7 المساء طول اليوم من الأحد لحد يوم الخميس إن شاء الله. ممتاز. أنا الموقع عارفه ولكن حلو أتذكر الناس وين بيكون. كلية الشرق الأوسط، واحة المعرفة، مسقط الرسيل. ممتاز. أتمنى، وهذه دعوة عامة زي ما قلنا فقط للمعارض، أما في عندنا سوق خيري بعد مستمر اللي. ما شاء الله. حلو يعني زي ما قلت هي دعوة عامة للجمهور اللي قاعد يتابعنا، زيارة الكلية الشرق الأوسط في واحة المعرفة مسقط، وهذه صور للمعرض احنا قاعد نظهرها على الشاشة. أما بالنسبة للورش زي ما تفضل عبد الواحد بتكون هي مقتصرة فقط على الطلاب، وهذا كذلك جانب من الفعاليات الطلابية بالنسبة للأطفال. خليني بس جزئية، أنتوا كإداريين كذلك تنحطون في تحدي أن هذا الأسبوع حقق نجاح ونجاح باهر، الأسبوع القادم إيش بنسوي فيه؟ أي مثلا الأسبوع السادس إيش بتضيفون فيه؟ طبعا الدراسة بتكون هي تستمر الدراسة والطلاب طبعا بيكون عندهم حافز ومعنوية، يعني أنهم كان في عندهم حاجة يعني أعطتهم طاقة تحفيز، بيبدوا يعني مستعدين للاختبارات وتكملة مشوار الدراسة. نعم. بس أنا قصدي ما بعد يعني ما بعد الأسابيع القادمة، كمثلا أنتوا الحين هذا الأسبوع الخامس، الأسبوع القادم إذا مثلا في نشاطات بتنحطون في تحدينا هذا حقق نجاح مثلا سقف عالي، هنا بالسقف بيكون المفروض تكون في أكثر نجاحا، كيف التحضير للأسابيع القادمة؟ التحضير هو الفعاليات عندنا احنا مستمرة في الكلية، يعني من أول أسبوع دراسي ولحد نهاية كل أسبوع إلى فعالياته والبرامج الخاصة. طبعاً إحنا سنوياً نسوي يعني كالندر خاص لكل نادي، إحنا عندنا 17 نادي ما شاء الله، فكل نادي يعني قبل يعطينا البرنامج ماله لمدة فصل كامل وش هو يريد في الأسبوع الأول الثاني من الورش من الملتقيات. نعم. لأن الأسبوع بعد أسبوعين بيكون عندنا ملتقى التصوير الضوئي الرابع إن شاء الله ما شاء الله، وأيضاً على مستوى الطلاب فقط، على مستوى طلاب كليات الجامعات ممتاز. السلطنة والخليجية. ممتاز. أتمنى لكم إن شاء الله التوفيق عبد الواحد ومنها الأعلى يا رب، وإن شاء الله يكون أسبوع ناجح، وزي ما قلنا دعوة مفتوحة للي يحب وعنده رغبة للتعرف على المعارض الطلابية بكلية الشرق الأوسط. شكرا لعبد الواحد بن سالم المسعودي نائب رئيس وحدة الخبرة الطلابية بكلية الشرق الأوسط، سعد كثير بوجودك معنا، يعطيك العافية. ما زلنا متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين، لا تروحوا بعيد.
قبل 15